السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات جلابة والقفطان المغربي. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هاد مجموعة ديال الموديلات ديال واحد المتتبعة ديالنا كاينة في أمريكا، تواصلت معنا وتكلفنا لها بالثوب، خذينا لها الثوب ديال هاد التكشيطه، يعني هاد التكشيطه راه خادمه الوالده ديالها الله يخليها لها. كما كتشوفوا درنا لها هاد الثوب ديال التليجه مبره ومخدومه بها الضفرات السيفه ديال الماكينه ومنبته بالعقيق، وفي هاد الدبانه والدولار زواق المعلم ديال الماكينه، يعني موديل جراقد ورائع ديال هاد التكشيطه. هذه التكشيطه ديال المناسبات، يعني تكشيطه راقيه ورائعه. التحتاني راه درنا لها التوب ديال كريب دوس وحرير، كاليتي مزيانه ديال التوب، يعني موديل جا راقد ورائع. الى عجبك هذا الموديل هذا راه غتواصلي معنا في الواتساب، غادي نعطيوك الزواقات اللي باقيين عندنا ديال هاد التوب ديال الثلجه مبرق. يعني كاين عندنا مجموعه ديال الزواقات، يعني زواقات كلهم راقيين ديال هاد الثلجه، غادي نصيفطوا لك زواقه ديال التوب، غتعزلي منها اللون اللي بغيتي وراه غادي نصيبو لك. مثلا بغيتي هذا الموديل هذا، انا غنصيبو لك هذا الموديل. كاينين موديلات وحدين اخرين، يعني ما عليك الا تواصلي معنا في الواتساب، وغادي نرسل لك يعني مجموعه ديال الموديلات ديال التكاشط، ومجموعه كذلك من الموديلات ديال الزواقات، يعني اللوان ديال الثوب، غتعزلي اللون اللي بغيتي. بالنسبه للمحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكاله. الا خديتي الثوب مثلا من شي بلاصه، مثلا من هاد من شي موقع، مثلا في كازا ولا في اكادير ولا في المكان، خديتي الثوب من عندهم، راه كنعطيك العنوان ديالنا وكيرسلوه لينا، يعني كيجيبوه حتى للمحل. يعني كنهضر على الناس اللي كيكونوا خارج المغرب، يعني كتقدم من المواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك ولا من اليوتيوب، يعني كيبانوا ليها شي، يعني كاين مجموعه ديال الفيديوهات اللي كيبيعوا الناس ديال التواب، كيبيعوا التوب في اليوتيوب او في فيسبوك. يعني راه كيبيعوا الاثواب، يعني راه غتعطيهم مثلا، تاخذي من عندهم الثوب غتعطيهم العنوان ديالي، غنرسل لك العنوان ديالي وغتعطيه لهم وراه غيجيبوه حتى المحل. بغيتي نتكلفوا بالثوب راه كنتكلفوا بالثوب، يعني ما كاين حتى شي مشكل، سواء الثوب ديال التكشيطه ديال الجلابه ديال القفطان، يعني الثوب اللي بغيتي يعني انا كنتكلفوا به. كما كتشوف الخدمه ديال التكشيطه جات راقيه ورائعه ديال هاد، كما كتشوفوا الزواقه حتى هي راقيه، يعني التكشيطه ديال المناسبات، اللون ديالها راقي ورائع، يعني الثوب ديالها هو هذا. غادي ندوزو لموديل واحد اخر، يعني بالنسبه لهاد الثوب هذا هو حنا اللي تكلفنا لها به، خضينا لها. غندوزو لموديل واحد اخر، كاين عندنا هاد الموديل حتى هو تكشيطه، كما كتشوفوا الخدمه ديالها جات راقيه ورائعه. بالنسبه لهاد الثوب ديال هاد التكشيطه، يعني هي اللي تكلفت به، يعني خداتو يعني من عند شي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وعطيناه العنوان ديالنا ورسلته لنا، ودابا خدمنا عليها، غادي نرسلو لها ان شاء الله مع الحويجات، مع الحويج ديالها كاملين. كما كتشوفوا الخدمه ديالها جات راقيه ورائعه. الى عجبك هذا الموديل هذا غتسكرينيه وتصيفطي لنا في الواتساب، وحنا نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بثوب وخياطه. الارسال راه كما قلنا، الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني راه فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. كما هاد السيده هادي راه كاينه في امريكا، غادي نرسلو لها ان شاء الله، وغادي يوصلوا لها حتى للدار. الارسال كما قلنا راه جميع العالم فيما كنتي كتوصلك حتى للدار، سواء كنتي داخل المغرب او خارج المغرب. الى عجبك الثوب غتسكرينيه تصيفط لنا في الواتساب، وحنا نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع به الثوب وخياطه، والارسال راه داخل وخارج المغرب. يعني بغيتي تصيفط لنا الثوب راه كنعطيك العنوان ديال المحل، كترسل لنا الثوب. بغيتي نتكلفوا بالثوب، يعني راه كنتكلفوا بالثوب، يعني ما كاين حتى شي مشكل. غادي ندوزو للموديل الاخر، كاين عندها هذا الموديل ديال هاد الجلابه، كما كتشوفوا مخدومه حتى هي بالطرز الرباطي، يعني خدمه فراقيه ورائعه. هذه هي حنا اللي تكلفنا لها بالثوب، يعني خدينا لها الثوب ديال الثوب كريب دوس وحرير، كاليتي مزيانه ديال الثوب. كما كتشوفوا الموديل ديالها جراقيد ورائع، يعني مخدومه بالضفره بالصم البرونز، صم نحاسي، والطرز حتى هي مخدومه بالصم نحاسي، ودرنا لها الشبيكات كيتخدموا باليد، يعني خدمه ديال البرشمان ديال الماكينه،
يعني خدمه فراقيه ورائعه. الى عجبك هذا الموديل هذا غتسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب، وغادي نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع يوتيوب وخياطه. والارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي اللي راه كتوصلك حتى للدار، سواء كنتي داخل المغرب او خارج المغرب. المحل راه كاين في سيد بنور في دكاله، يعني ما عليك الا تواصلي معنا في الواتساب غترسلي لنا الصوره ديال الموديل. ولا بغيتي مثلا تبدلي اللون ديال هذا ديري في شي لون واحد اخر، يعني راه كنعطيوك الالوان اللي كاينين عندنا ديال الثوب ديال كريب دوس وحرير، كنعطيوك الالوان ديالو كاملين وكتعزلي منهم اللون اللي بغيتي، يعني راه كنصايبو لك يعني فيما كنتي راك توصلك حتى للدار. ارسال راه داخل وخارج المغرب. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب زر لايك باش نكون ان شاء الله دائما نشارك معكم اخر الموديلات اللي كنخدموا في المحل كنخدموا الكليان، يعني راه كنشاركوا معكم هكا. مثلا الى عجبكم شي موديل من هاد الموديلات اللي كنديروا راه غتواصلوا معنا في الواتساب، وغادي نقول لكم الثمن ديالهم شحال كيطلع بثوب وخياطه. كان عندك ثوب راه كنعطيك العنوان ديالنا تصيفطي لينا، ما كانش عندك ثوب راه كنتكلفوا به، يعني ما كاين حتى شي مشكل. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.